الكريم، مشاهدينا الأعزاء، رحبوا ويانا بمقدم برنامج الميدان للموسم 11 مسلم العامري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا مرحبا فيكم حضورنا الكريم في قلعة الميدان في حلقة جديدة مع يويلة وفرسان بيشاركون، وهذه لآخر أربع يويلة عندهم فرصة أنهم يوصلوا للمرحلة الثانية. في البداية رحب فيكم حضورنا الكريم ويا مرحبا فيكم، حياكم الله. أيضا نرحب بمشاهدينا الكرام اللي تابعونا عبر شاشات سما دبي، يستاهلون أكبر تحية. ايضا نرحب بمستمعينا اللي يتابعونا عبر الاذاعه الاولى 107.4 الاذاعه التراثيه التابعه لمركز حمدان بن محمد لاحياء التراث، يستاهلون اكبر تحيه بعد. والحين نرحب باعضاء لجنه التحكيم، بدايه مع راشد حارب الخاصوني، حياك الله يا راشد. يا مرحبا يا اخوي مسلم، مسي بالجمهور اللي تابعنا عبر قناه سما دبي والجمهور المتواجد ويانا في قلعه الميدان ومتابعين اذاعه الاولى. تسلم تسلم يا اخوي راشد. بعد نرحب بضيفنا اليوم اليويل عبيد بن عمهي المنصوري، حياك الله ومنورنا اليوم يا عبيد. مرحبا يا مسلم، ومسي على الجمهور اللي في قاعه الميدان وعلى شاشه سما دبي. حياك الله عبيد، اليوم انت بتلعب دور الحكم وبتعطي رايك لليويله وبتقيم كل اليويله اللي بيشاركونا اليوم، لكن درجات عند اخويا راشد وعند اخويا خليفه، لكن انت بامكانك انك تعطي رايك بكل شفافيه. الله يوفقك ان شاء الله. نرحب بخليفه بن 70 المحرمي، حياك الله. يا مرحبا، بدايه نرحب بك ونرحب بالمشاهدين على قناه سما دبي والمستمعين على الاذاعه الاولى والجمهور الحاضر، ونتمنى التوفيق للمشاركين في النهائي الاول الاربعه اللي بيشاركون اليوم، نتمنى لهم التوفيق. الله يوفقهم ان شاء الله. اما الحين نرحب بالفرقه اللي شاركنا من اول الحلقات، فرقه المطروشي الحربيه، يستاهلون اكبر تحيه. الحين بنتذكر شو استوى عندنا في الحلقة اللي طافت، ومن عقب بنوصل لمرحلة إعلان النتائج. شهدت ثالث جولات بطولة فزاع لليولة اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مفاجأة تأهل أحمد الحبسي بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت، إضافة إلى تأهل دلموتش عبد الله حمدان بن دلموتش. وتضمنت الجولة منافسات قوية بين يويلة مجموعة الشرقية اللي بداها أحمد مبارك الخاصوني من الشارقة، وقدم يولة طيبة ومهارات عالية بالتحكم بالسلاح. أما مطر علي أحمد الحبسي من رأس الخيمة فأبدع بيولته الأرضية، وبدور صلاح الوهيبي من سلطنة عمان تميز بتناغم خطواته على إيقاع الأغنية. وآخر المتسابقين كان حمدان بن مصلح الحبابي من دبي اللي أبدع بيولته وحاز على درجة 50. وحل الشاعر علي القحطاني ضيف الحلقة الثالثة من الميدان. والله أنا اليوم شفنا مستويات مفاجئة، يعني ما توقعنا ان بهالاحترافيه وبهالامكانيات، تمنى لهم التوفيق، الناموس لهم كلهم. اما ضيف الحلقه سفير الالحان فايز السعيد، فقد امتع الجمهور باغنيتين اعدهما للميدان وهم انا اشهد وعهد. سعيد بمشاركتي للمره الثامنه على التوالي في برنامج الميدان، شكر خاص لمركز حمدان لاحياء التراث على هذه المتابعه وهذه الجهود الجميلة. وبقلعة الميدان يتنافس الفرسان والمنافسة مستمرة.
هذيلا هم يا ويلتنا اللي كانوا في الحلقة الثالثة المجموعة الشرقية اللي الحين طاف عليهم أسبوع، واليوم وصلوا لمرحلة إعلان النتائج. انضموا البعض شباب، خلنا نشوف منو اللي بيتأهل اليوم بيوصل للمرحلة الثانية، ومنه بيغادر قلعة الميدان. اثنين بيتأهلون واثنين بيغادرون. الله يوفقكم إن شاء الله. أحمد مبارك الخصوني، ما حضرت عندنا يوم الثلاثاء في حلقة فرسان الميدان، قلنا أحمد وين نبي نسولف وياك نشوف نقيس نبضك، لكن ما حضرت. توقع تأهل اليوم إن شاء الله؟ الله يوفقك إن شاء الله. آمين. مطر الحبسي، يا مرحبا. وصلت المربع الذهبي العام، لكن السنة هاي ما ندري جمهورك بيوقف وياك بيوصلك ولا بتطلع؟ لا إن شاء الله، هذا الجمهور ما قصر إن شاء الله راح أتأهل. تتوقع تأهل؟ إن شاء الله. الله يوفقك. صلاح لوهيبي من صلاة عمان، الأمل الأخير لأهل السلطنة. صلاح جمهورك واقف، بتأهل ولا؟ بتأهل إن شاء الله. إن شاء الله. حمدان بن مصلح الحبابي من دبي، ما شاء الله عليك تألقت وحصلت على 50 من 50، لكن اليوم بتتأهل ولا ما بتتأهل؟ والله هاي أمنيات كل يويل إنه يتأهل، وبنشوف النتائج إن شاء الله. المركز الرابع، المركز الرابع ما بطول عليكم، أحمد مبارك الخاصوني الله يحفظك. الحين بنسير المركز الأول، من هو الأول؟ الله يعلم. جمهور، من هو الأول؟ من هو الأول؟ أبا أسمع، أبا أسمع. عندكم قرار ولا ما ترشحون حد؟ ساكتين، هدوء. أعطوني نتيجة الأول. الأول وين؟ جمهور. الثالث منو زين؟ ثالث ما حد؟ زين الأول. أبا نتيجة المركز الأول، أعطوني النتيجة. النتيجة هب عندي، سمحوا لي. ما شاء الله، ما شاء الله. هذا المركز الأول عندي. اللي في المركز الثالث، اللي في المركز الثالث مركزين عندي جمهور. اللي في المركز الثالث، قصدي اللي في المركز الأول، صلاح لوهيبي. مبروك، مبروك يا صلاح. الحين بين الثاني والثالث، واحد بيتأهل واحد بيغادر قلعة الميدان. عطوني نتيجته وخلنا نشوف ورقته وين. سلمت. ما أقدر أتكلم، أدري أنا كنت تتأهل، حمداني بيتأهل، لكن واحد منكم بيغادر واحد بيتأهل. توقعوا منو؟ حمداني يتأهل ولا مطر؟ اللي حصل على المركز الثاني حمدان بن مصلح الحبابي. مبروك يا حمدان، مبروك. أي صلاح، أنتم آخر المتأهلين من المجموعة هاي، الله يوفقكم إن شاء الله. كلمة أخيرة يا أخوي مطر. أقول أول شيء أشكر الجمهور اللي صوت لي، وما أقدر أقول أي شيء ثاني. الله يوفقك إن شاء الله. يا رب يوفق اليوم الثاني. حياك الله. سلم حق جمهوري. تفضل. أول شيء أشكر الجمهور اللي وقف وياي وصوت لي، وثاني شيء أهدي الفوز هذا لأخوي سعود بن محمد بن مصلح الحبابي. يستاهل. تسلم. كلمة أخيرة صراحة. أشكر كل من صوت لي من السلطنة ومن خارج السلطنة. مبروك. بيض الله وياك. مبروك، تستاهل، تستاهل. مشاهدينا هذه لهم يا ويلتنا المتأهلين. الحين إن شاء الله حاضرين. الحين أطلع فاصل ولا خبروني؟ نطلع فاصل وردين إن شاء الله. الحين ردينا مع المجموعة الأخيرة اللي الحين بعدهم عندهم الأمل، واحد من الأربعة اليويلة في المجموعة الوصل. مجموعة الوصل هاي آخر مجموعاتنا، بيكون اليويل يحمل رقم واحد اليوم في الحلقة، هادي سالم بالصادقية العامري. بنشوف هاي النبذة لأخونا، ومن عقب بنشوف يولته. We'll be right back.
وياكم هادي سالم بن الصادقية العامري من مدينة العين. أنا من متابعين مركز حمدان بن محمد لحياة التراث في التواصل الاجتماعي. شفنا إعلان الميدان والحمد لله سرت لهم وشاركت واتحلت. فخر الكل يويل يشارك في برنامج الميدان لأنه يحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. حصلت دعم كبير من إخواني وجمهوري وأهلي في برنامج الميدان من أول سنة إلى هذا اليوم. الحمد لله الجمهور واقف وياي وإن شاء الله نوعدهم بيولة بيض الوجه. وياكم هادي سالم الصادقية العامري من مدينة العين، صوتوا لي على رقم 13. الوقت يطلب ودنيانا مطالبها، تبغي محمد تبع حمدان عالساحة، دبي مكسب وتدرون ايش مكاسبها، انت بغي الناس في جنة وفي راحة. الوقت يطلب ودنيانا مطالبها، تبغي محمد تبع حمدان عالساحة، دبي مكسب وتدرون ايش مكاسبها، انت بغي الناس في جنة وفي راحة. اعز البلد اللي عن الكبوات جنبها، حر انت على عليها فارش فارش جناحة، النفس في شافها من شب متعبها، ذل الصعايب بعزم وقوة كفاحة. وراشد اللي على المر فيها معانا أكبر أرباحها، كلنا فداها من أكبرنا لطالبها، حب الإمارات حاز الدم وجتاحها، اشرب غلاها من القاده وشاربها، لي في البداوة ولي في البحر ملاحها، ما ينثني شعبها ودنيانا مطالبها.
شاء الله عليك يا هادي بصادقي العامري، ما شاء الله رقم 13 في التصويت، يلت ما قصرت، بيض الله ويهك ويهك ابيض. سقوط صلاح طاحت الغترة، بس هذا كله بنشوفه عند راشد حارب الخاصوني. هادي بيض الله عليك على هذه الوالة، ابدعت ما قصرت، انت ابدعت في المشي في المهارات، اما خانك شيء واحد يا هادي، انا ما كنت اتوقع صراحه انك انت سلاحك ما يثبت، انت من اليويله اللي سلاحهم يثبت، شو المشكله عندك اليوم ما ثبت سلاحك؟ الاسبوع اللي طاف كان مهب ومطر وخفينا من التدريب شوي عشان ما يجينا اصابه ولا شيء. ما تدربت يعني؟ تدربت يا غير ما كتبت في التدريب عشان المهب والجو لا انت ما شاء الله عليك هادي، انا اعرف يا ولدك انك تويل مبدع ودائما يا ولدك في الرمي متميز فيه، بس اتمنى لك ان شاء الله اذا تاهلت من المرحله هذه انك ترد هادي الاولي. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك يا هادي. عبيد بن عمهي المنصوري، مرحبا يا هادي، كيف الحال؟ لك الخير هادي، انا متعود عليك السنين اللي طافت تبدع في اليوله، والريال اللي يدخل الميدان ما يتعذر لا هو ولا شيء، السلاح راح قدام تقدر تغير طريقة الفرق، راح ورا تقدر تغير طريقة. يلا نوعدهم الجمهور إذا اتهلنا يجونا، والجمهور هذا اللي جاينك يستاهل. أشكرهم أشكرهم على الحضور، بيض الله ويهكم. والجمهور اللي حاضر يستاهل إبداع من عندك. أول عمره ما قصر هادي، عندك القرار يا خليفة بن سبعين. أنا بقول هادي اليوم عندنا محمد العبد الهادي من دولة الكويت، دايما ينزل مقاطع على الانستغرام عن الميدان بس، ومثل ما قالوا اخواني عن الفر، انا بقول ضيفنا اللي موجود اليوم بيلقى ابداع وايد في اليوله وبينزل لك مقاطع وايد. يستاهل هادي، هادي يستاهل مبدع في اليوله. انا بقول بس النقطه هاي اللي تكلموا عنها الاخوان، اذا ثبت سلاحك بتكون ممتاز. تسلمون، بيض الله وياكم. هادي توقع كم اليوي اللي يطمح للخمسين، وان شاء الله هذي من عندهم حياه الله. بنشوف نتيجتك على الشاشه، كم النتيجه؟ النتيجه 48، ما شاء الله تستاهل يا هادي 48، الله يوفقك. امين. الحين مع اليويل الثاني يحمل رقم 14 في التصويت، راشد بن حرمش المنصوري، بنشوف هاي النبذه لاخونا راشد، ومن عقب بنشوف يولته. معاكم اليوي راشد سيد بن حرمش المنصوري من دبي. بديت أول شيء أيول في الأعراس، لما تطورت يولتي شاركت في ميدان صار، حصلت على مركز الثاني في ميدان صار، وتطورت يولتي أكثر وشاركت في ميدان الكبار وحصلت على المركز الأول في سنة 2013-2014. مشاركاتي في السنين اللي خطفاً أعطتني الخبرة في اليولة، وإن شاء الله وقفة الجمهور أقدم يولة ترضي اللجنة وترضي الجمهور، وإن شاء الله بي ويوكم. السنة شيء 16 يويل كلهم يويلة إن شاء الله عليهم، وإن شاء الله نكون قد التحدي وأشل الكاس. معاكم اليوي راشد سيد بن حرمش المنصوري من دبي، صوتوا لي على الرقم 14. البلد اللي عن الكبوات جنبها،
النفس في شافها من شب متعبها ذل الصعايب بعزم وقوة كفاح وراشد اللي على المريخ جربها وعلى الثريا بنا للسايح سياحة يوم الظما بحرها عذب مشاربها وخلى شواطي بحرها ورد فواحة الوقت يطلب والدنيا فيها معانا أكبر أرباح كلنا فداها من أكبرنا لطالبها حب الإمارات حاز الدم وجتاح اشرب غلاها من القاده وشاربها لي في البداوة ولي في البحر ملاحة ما ينثني شعبها في وقت انكشر الوقت جد وراح تمزاح الوقت يطلب ودنيانا مطالبها تمر يحمد تباح حمدان عالساحة دبي بكسب وتدرون اش مكاسبها قلت ما قصرت بيض الله ويهك اخويا راشد ما شاء الله رقم 14 تصويت اتمنى الجمهور يقف وياك لكن بنشوف الحين قرارات اعضاء لجنه التحكيم وياك يا راشد راشد انت بطل ما شاء الله عليك حاصل الكاس في ميدان الصغار وكاس في ميدان الكبار البطل دائما نبا يبدع في كل شيء ايينا بمهارات جديده كل سنه انت اليوم راشد ما شاء الله عليك فريت اول 5 فرات اول 3 فرات سلاحك يشر ما ثبت بس اخر فرتين ثبت سلاحك فيهن تميزت فريت الفره السادسه المفروض انك راشد ما تفر الفره السادسه لان نحن قانوننا السنه 5 فرات في حاله سقوط سلاح من 5 فرات تعوض في الفره السادسه فان شاء الله انكم انت واليويلي اذا تاهلتوا المرحله هذه انكم تعرفون وتتبعون القوانين اللي وضعناها في الميدان الله يوفقك ان شاء الله ونتمنى لك التوفيق امين تسلم يا ابو حارب وياك يا عبيد كيف الحال راشد؟ ايرس هلا علومك راشد بيض الله وجهك على هاليوله وجهك ابيض عندك الرميه باك شوي تركز فيه والمهارات اللي نعرفها راشد يولته كلها مهارات اليوم ما شفت راشد ما ادري شو عذرك بس اتمنى انت حلت في هالمرحله
أنك ترد على يولك الأولية إن شاء الله. وياك يا خليفة بسبعين وحمد. راشد تريد توصل النهاية؟ أنت قد وصلت النهاية. نعم. إذا تريد توصل النهاية حاول تثبت سلاحك أكثر. مرة ما عليك. لأن اللي يوصل النهاية لازم يكون متميز في كل شيء. إن شاء الله مرة لا توصل. حاول أنك تثبت سلاحك مثل ما قال راشد. الفرة السادسة أنت ما استفدت منها، استفدت منها خصم تصويت بصوت السلاح. نصيب. إن طاح السلاح نحسبها لك، وإن ضربت الجرس في السادسة بعد ما نحسبها لك، لأنك عندك خمس فرات. بس تسلم. سلمت يا أخويا خليفة. الحين نشوف نتيجة أخويا راشد على الشاشة. 49 تستاهل يا راشد، رقم 14 تصويت. الله يوفقك إن شاء الله. تسلم. حياك. الحين مع ضيفنا المطرب والفنان ناصر السعدي. I'm
شكرا فنانة ناصر السعدي على الأغنية المتميزة. والحين بنرد لليويلتنا، والحين عندنا يويل متميز يشاركنا من البحرين وحلمه يوصل كاس فزاع. ما شاء الله عليه، عيسى سليمان محمد يحمل رقم 15 في التصويت. بنشوف نبذته ومن عقب بنشوف يولته. معاكم أخوكم عيسى بن سلمان المحميد من مملكة البحرين. تعرفت على برنامج ميدان عن طريق التواصل الاجتماعي وسمعت إن في تصفيات راح تكون في البحرين، والحمد لله رحت وتأهلت للمرحلة الأولى بالميدان. طبعاً اليولا هو فن إماراتي وعندنا بالبحرين العرضة، بس العرضة تختلف شوي، وإن شاء الله البحرين هالسنة وكل سنة راح تشترك بالميدان لأنه شيء من عاداتنا وتقاليدنا والتراث. تعلمت اليولا من خلال صديقي وهو مشارك كان في بطولة الميدان وحصل مراتب جيدة، ورحت له وطلبت منه انه يعلمني بعض الحركات وما قصر معي. طبعا مشاركتي باليولا هذا فخر لي، واني اكون بين ربعي واخواني وديرتي الثانية الامارات، وان شاء الله راح ارفع راس بلادي واقدم يولا طيبة ترضيكم ان شاء الله. معاكم اخوكم عيسى بن سلمان المحميد من مملكة البحرين، صوتوا لي على الرقم 15. الوقت يطلب ودنيانا مطالبها، تبغي محمد تبع حمدان عالساحة، دبي مكسب وتدرون ايش مكاسبها، انت بغي الناس في جنة وفي راحة. الوقت يطلب ودنيانا مطالبها، تبغي محمد تبع حمدان عالساحة، دبي مكسب وتدرون ايش مكاسبها، انت بغي الناس في جنة وفي راحة. أعز البلد اللي عن الكبوات جنبها، حرمت على عليها فارش فارش جناحة، النفس في شافها من شب متعبها، ذل الصعايب بعزم وقوة كفاحة، وراشد اللي على المر فيها
كانت طيبة. منو اللي في التقرير تقول انه حد دربك؟ شو اسمه هاي اللي دربك وعلمك؟ قول ما عليك. اسمي يوسف عبد الله. يستاهل تحية. متواجد ويانا. يستاهل تحية ما شاء الله عليه. وياك خويا راشد. بداية نشكرك على المشاركة في برنامج الميدان بين خوانك وربعك اليويلة في بلادك الثانية الإمارات. ما شاء الله عليك في التقرير تقول ان شاء الله انك بترفع راس بلادك. انت ما شاء الله عليك يا ويل فنان متميز وعندك الحركات والمهارات مع التمرين والاستمرار في اليوله بتكون جدا ممتاز. الله يوفقك ان شاء الله. تسلم. وياك اخوي عبيد بن عمه منصوري. كيف الحال عيسى؟ خير الله يسلمك. الحمد لله على السلامه وما شاء الله يوالك ممتازه. واتوقع اذا ما حلفك الحظ السنه هاي السنه اللي عقبه ولا اللي بعدها تتالق، بس انا اتوقع انك بتتطور اكثر فاكثر ان شاء الله. الله يوفقه. وياك يا اخويا خليفه بن سبعين. انا بقول لك عيسى، انت من متى تدربت؟ السنه هاي تدربت؟ اي الناس عندنا هنا تتدرب هني سنين عشان توصل الميدان. انت ما شاء الله لما السنه تدربت ووصلت الميدان ادائك كان ممتاز برغم انك توك متدرب، بس حاول تخليه مدربك بعد يدربك على فر السلاح ان شاء الله. تستاهل. الحين نشوف نتيجتك عبر الشاشة. 46. تستاهل يا أخوي عيسى. تستاهل. تفضل. سلام. الحين مع ضيفنا الشاعر ما شاء الله عليه متألق دائما محمد بن طريش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. قصيدة اليوم عبارة عن رسالة إلى أسر الشهداء وأبطالنا البواسل، أسأل الله أن يتقبلهم ويغفر لهم إن شاء الله. يقول: يا أخوان شمة معدلين الميل، رسالة ما تقبل التأجيل، لأهل الشهيد وعزوته وأخوانه وأحبابه اللي يفقدونه حيل. هذا البطل نال الشهادة مقبل، ما دبر وروح مراح السيل، تفاخروا واستقبلوا جثمانه بالحمد والتكبير والتهليل. ويا ابو شهيد الواجب ارفع راسك ومش الدموع اللي عليه تسيل، ولدك غالي راح فدوة غالي وتكفينا له بالعلم تبجيل. ردي وبخيل اللي يشح بروحه واكرم عليه انه ردي وبخيل، ولدك غالي راح فدوة غالي وتكفينا له بالعلم تبجيل. ردي وبخيل اللي يشح بروحه واكرم عليه انه ردي وبخيل، ولدك عند الله حي يرزق كما ورد في محكم التنزيل.
صدق كلام الله وكذب عينك، لو شفتنا فوق التراب نهيل، مجد الشدانة ما يموت مخلد، تتوارث الأجيال جيل الجيل، هم نجوم اللي في سما دولتنا مو بالثريا والجدي وسهيل. هذا كلام أبو الكلام الحاسم، حامي حمان الحازم الحلحيل، بو خالد اللي سيرته الممتدة يغنيك موجزها عن التفصيل. هذا كلام أبو الكلام الحاسم، حامي حمان الحازم الحلحيل، بو خالد اللي سيرته الممتدة يغنيك موجزها عن التفصيل. أقند أبيات القصيدة باسمه مثل ما قند دلتي بالهيل، الراس راس يقدره ويجله، لكن إذا حقت يرده ذيل. على عدو الله آمر وإحنا قلنا وطلنا والعيون تخيل، من أمره وتحت أمره ولجل أمره ذاق العدو منا نكال وويل. ليلة من الغارات صبح نبلج، وصبحها من الدخان كنه ليل، ما يهتني بحلو الكرى من خوفه، ومن غيظنا ما نهتني بمقيل. خذنا بثار عيالنا وزياده، لا تنحبن يا قابعات الشيل، خذنا بثار عيالنا وزياده، لا تنحبن يا قابعات الشيل. بيتن سبقني الهاملي في قوله، من اصدق اللي عن عربنا قيل، الا نحن اللي ما يهال علينا ونكبر العيلات يوم نعيل، الا نحن اللي ما يعال علينا ونكبر العيلات يوم نعيل. السلام عليكم ورحمه الله. لسانك شاعرنا محمد بن طريش، وبيض الله ويك على الأبيات الجميلة المتميزة ما دائما تقدمها لمستمعينك. الحين مع آخر يويلتنا يحمل رقم 16 في التصويت بيكون هو آخر اليويلة من المجموعة هذه ومن المرحلة هذه، ومن عقبها بننتقل لمرحلة ثانية. اليويل بشر بن راشد بن بشر من دبي، بنشوف هذا التقرير عنه ومن عقب بنشوف يولته. وياكم اليويل بشر بن راشد بن بشر. اليولة هي عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا اللي لازم ما ننساه. برنامج الميدان يذكرنا بالتراث ويجذب الجمهور والشباب عشان هم يشاركون في الميدان وما ينسون تراثنا. شفت الإعلان في التلفزيون ورحت على التصفيات وتأهلت الحمد لله وصلت المرحلة الأولى. هاي رابع مرة أشارك في برنامج الميدان. المشاركات السابقة وصلت المرحلة الثانية لكن الله ما وفقني، إن شاء الله السنة أوصل المراحل المتقدمة وأخذ كأس فزار. وياكم اليويل بشر بن راشد بن بشر، صوتوا لي على الرقم 16. دبي مكسب وتدرون ايش مكاسبها، انت بغي الناس في جنة وفي راحة. الوقت يطلب ودنيانا مطالبها، تبغي محمد تبع حمدان عالساحة. دبي مكسب وتدرون ايش مكاسبها، انت بغي وراشد اللي عيال
ملاحة من طيبها راضي فيها لي مر بها أجل مراحة ومرواحة لمسراحة نعتز فيها ونرسمها ونكتبها والمدح فيها معانا أكبر رباحة كلنا فداها من أكبرنا لطالبها حب الإمارات حاز الدم وجتاحة اشرب غلاها من القاده وشاربها لي في البداوة ولي في البحر ملاحة ما ينثني شعبها في وقت واجبها انكشر الوقت جد وراحت مزاحة الوقت يطلب ودنيانا الله عليك اخوي بشير ما قصرت بيض الله وجهك ها هاي كل اليولة ولا نقول في يولة غيرها ان شاء الله في يولة غيرها ان شاء الله بنشوف اعضاء ايش تحكيم وياك يا راشد بيض الله وجهك على هذه اليولة يا بشير انت ما شاء الله عرفناك من شاركنا في برنامج الميدان اليولة الارضيه تبدع فيها وايد ما شاء الله عليك لكن عندك الرمي شويه الرميه الاولى ما ثبت سلاحك والثانيه بس الرميه الثالثه ثبت سلاحك كان فرسيده واستلمته بطريقه صحيحه فإن شاء الله إذا تأهلت من المرحلة هذه يا بشير إنك تطور من نفسك في الرمي والاستلام الله يوفقك إن شاء الله تسلم يا راشد وياك يا عبيد بن عمهي كيف الحال بشير؟ عافيك ربك بخير الحمد لله بشير يولك رقم واحد بس الفر شوي لازم تتدرب وايد وخلي شوي الطيور وخلك على اليول الحين خلي الطيور على طرف الحين ليه خلص الميدان ورد عليهم تسلم يا عبيد وياك يا خليفة بن سبعين أنا بقول بشير مبدع في اليولة الأرضية بس تثبيت سلاحك حاول تثبت وتزيد بعد من ارتفاعه عشان تاخذ درجة أقوى من هالدرجة إن شاء الله ما تقصر تسلم تستاهل كل خير يا أخوي بشير بنشوف نتيجتك الحين على الشاشة كم النتيجة؟ 47 تستاهل يا بشير تستاهل مشكور الحين بنختم حلقتنا مع مطربنا وفناننا ناصر السعدي حياكم الله